طبعا انت عارف ان كل مباراه بالنسبه للنادي الاهلي مهمه جدا، تحدي جديد وبطوله جديده النادي الاهلي بيسعى لحققها. يمكن بعد الاخفاق اللي حصل السنه اللي فاتت اعتقد خدنا درس كويس احنا واللعيبه، واعتقد ان شاء الله ان احنا نقدر يعني نتجنب الاخطاء ديت، وان شاء الله يكون عندنا حظوظ اكبر ان شاء الله في البطوله ان شاء الله. طبعا مهم جدا، مكسب مهم جدا، ان بيأكد الحمد لله الفتره الجيده اللي احنا ماشيين فيها والتطور اللي حصل الفرقه بوجود مستر مارتن. الحمد لله مكسب كويس واداء كويس وقتال لحد اخر دقيقه، وانت عارف ان ده يعني سمه من سمات لعيبه النادي الاهلي، القتال لحد اخر لحظه. ممكن الحمد لله كان عندنا ثقه كبيره في ربنا ان احنا ربنا ان شاء الله يكلل تعبنا وجهدنا وجهد اللعيبه ان شاء الله نحقق المكسب، والحمد لله ده اللي حصل فعلا. بيدينا طبعا دفعه قويه للمباراه سان داونز، بيدينا ثقه اللعيبه، بيدينا برده ارتياحيه اللي انت عندك بقى، عندك حلول كتيره وعندك بدائل كتيره. يمكن عندنا مثلا يعني في لعيبه مش مقيده افريقيه، ولكن الحمد لله عندنا لعيبه المقيده برده الحمد لله نفس تقدر بنفس الجوده يعني ونفس نفس الاداء، وده الحمد لله. يمكن دي الحاجه اللي كنا مفتقدينها السنه اللي فاتت، يعني يمكن شفت لما الاصابات اثرت علينا ازاي، لكن الحمد لله لما احنا الحمد لله الفتره ديت والبرنامج اللي مستر مارتن عمله الحمد لله الاصابات قلت، وبقى فيه الحمد لله عندنا لعيبه بدائل كتيره، والحمد لله برده بعد التدعيمات اللي احنا عملناها والصفقات القويه اللي احنا عملناها في شهر واحد برده الحمد لله بتدي اريحيه طبعا للجهاز الفني، بتدي اريحيه للراجل في اختياراته، بان ان شاء الله بس كل لعيبه في حالتها وكل لعيبه ان شاء الله ربنا يكتب لها في اليوم ده التوفيق ان شاء الله. بص انت عارف ان الفرق بتاعت جنوب افريقيا دايما من الفرق اللي بتحب تلعب كوره كويسه، يمكن طبيعه البلد نفسها وطبيعه جنوب افريقيا ان بلد يعني تحس ان هي اوروبيه شويه، فده بينعكس على اللعيبه، يعني ما فيش الطف بتاعت اللعيبه الافريقيه، بيحبوا يلعبوا كوره كويسه، عندهم لعب كويس، الجو عندهم برده بالنسبه لافريقيا جو مميز جدا، بيحبوا يلعبوا قدام الانديه المصريه، هم فرقة منظمة جدا، عندهم تاريخي لو انهم لسه يعني من تهيل من سنة 70 لسه بادئين يعني، لكن اخدوا حوالي 6 مرات دوري وخدوا كاس وخدوا بطولة افريقيا.